في إطار التعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، افتتحت أشغال المنتدى المغربي الإسباني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هي فرصة لتقاسم النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الأول للتعاون بين الوزارة والوكالة. اليوم توقعت اتفاقية لثلاث سنوات مقبلة لاستمرار هذا الملتقى الذي يعد مهم لمجلس جهة الشرق وبالنسبة للتعاونيات الجهة. تم خلال حفل الافتتاح توقيع بروتوكول جديد للشراكة بين البلدين يهدف إلى تمكين المرأة والشباب من خلال تحفيز المقاولة وريادة الأعمال في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الاقتصاد التضامني الاجتماعي هو رافعة من الرافعات التي يعول عليها لخلق مناصب شغل. البرنامج مكن من تقوية وتعزيز قدرات 240 تعاونية في مجال القيادة والتواصل والتسويق والولوج إلى الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز كفاءتها في مجال الرقمنة.